السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء جديد من علوم الدار، وقدمها لكم أنا محمد عبد الكريم. والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يؤكد خلال المشاركة في قمة جدة أن الإمارات شريك رئيسي في نهج الاستقرار والازدهار الذي يقوم على السلام والتنمية. وبيان مشترك في ختام اجتماع رئيس الدولة مع الرئيس الأمريكي في جدة. أهلا بكم. خلال مشاركته في القمة المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات المشتركة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع، وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والازدهار. جاء ذلك بمناسبة مشاركة صاحب السمو رئيس الدولة في القمة المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة. وقال صاحب السمو رئيس الدولة أن الأجيال الشابة تتطلع إلى الغد بروح ملئة التفاؤل والأمل، وواجبنا أن نعزز هذه الروح ونرسخ الثقة لديهم بأننا نسير في الاتجاه الصحيح ونسعى إلى إيجاد حلول جذرية للتحديات لبناء مستقبل مزدهر لهم. وأكد سموه أننا في دولة الإمارات نؤمن بأن السلام والحوار والعيش المشترك هو السبيل لتحصين مستقبل الأجيال المقبلة، وأمامنا طريق واضح للنهوض بمنطقتنا وإعادة دورها الفاعل على الساحة الدولية، وذلك من خلال التضامن والتعاون وتعزيز فرص العلم والتعلم، وأن يبقى الإنسان ورفاهه هدفنا الذي نسعى من أجله. وأضاف سموه أن مواجهة التحديات والتغلب عليها يكمن في تعزيز فرص التعليم المتقدم وتشجيع الابتكار والتركيز على الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا وترسيخ أدوات البحث العلمي وتعزيز الروابط الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون والتكاتف الدولي، ومن دون ذلك ستبقى التوترات والصراعات تأخذ من أعمار الشعوب وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة. وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستبقى شريكا رئيسا موثوقا في نهج الاستقرار والازدهار والذي يقوم على السلام والتنمية. وقال سموه نحن نسعى إلى ترسيخ آليات التواصل والحوار والعمل المشترك، ونثق بأن منطقتنا قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤوليتها أزاء قضاياها، وأن يكون لها دور رئيس في العديد من القضايا التي تواجه الإنسانية، وفي مقدمتها تحديات التغير المناخي والطاقة المستدامة والأمن الغذائي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع ثنائي عقد في جدة في المملكة العربية السعودية خلال القمة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق. وقدم رئيس جوزيف بايدن تعازيه الشخصية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وبدوره شكر سموه الرئيس بايدن والشعب الأمريكي لزيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس والوفد المرافق لها أبوظبي خلال مايو لتقديم التعازي. كما تقدم الرئيس بايدن بالتهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعا سموه إلى زيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، وناقش الجانبان عددا من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تنسيقا وثيقا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين استراتيجيين. وفي مجال الدبلوماسية الإقليمية أعرب الرئيس بايدن عن تقديره القيادة الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إلغاء الحواجز وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتعميق التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة.
وناقش الجانبان دور الولايات المتحدة في المساعدة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية وشعبية جديدة بين إسرائيل ودولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة المغربية، وكذلك في تعميق الروابط بين هذه الدول ومصر والأردن من خلال أطر جديدة للتعاون. وفي مجال الدفاع أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون الأمني المكثف، والذي جعل كلا البلدين أكثر أمانا وإسهاما في السلام والاستقرار الإقليميين. وأشار الرئيس بايدن إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نشرت قواتها العسكرية إلى جانب الجيش الأمريكي في كل تحالف أمني دولي شاركت فيه الولايات المتحدة. وجدد الرئيس بايدن التزامه دعم الدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال العدائية. من جانبه أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأساسي لدولة الإمارات، مشيرا إلى حرص الجانبين على تسريع المناقشات وتكثيفها لتعزيز هذه العلاقات التاريخية. وأكد الجانبان التزامهما مواصلة التعاون الوثيق الذي أفضى إلى الهدنة في اليمن، كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأمريكي التزامهما مواصلة استخدام مكانتهما الدبلوماسية الجماعية لتهدئة النزاعات وإنهائها في أماكن أخرى من المنطقة. وناقش الجانبان أهمية حماية آفاق حل الدولتين وضمان أن يعود الاتفاق الإبراهيمي بالفائدة على الفلسطينيين أيضا. وفيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والعلاقات التجارية، أشار الرئيس بايدن إلى أن دولة الإمارات هي واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموا في العالم، إلى جانب كونها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومستثمر مهم في الاقتصاد الأمريكي. ورحب الرئيس بايدن بالتزام دولة الإمارات طويل الأمد أمن الطاقة العالمي، موردا موثوقا ومسؤولا، ونوه بدورها الرائد في دفع العمل المناخي وتحول الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم على هامش قمة جدة للأمن والتنمية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. ونقل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح وخالص تمنياته للكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء. وبحثت خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش قمة جدة للأمن والتنمية. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية وفرص تطويرها وتنميتها، وتبادل وجهات النظر في شأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. هذا وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وصل إلى جدة اليوم للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعددا من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.
ومتابعة لتغطيتنا المباشرة والمستمرة للقمة الخليجية الأمريكية في جدة، ينضم إلينا مباشرة من جدة موفد قنوات أبو ظبي أحمد الطنيجي، وكذلك من العاصمة الأمريكية واشنطن موفد قنوات أبو ظبي الزميل حامد رعاب. والبداية ستكون من جدة مع زميل أحمد الطنيجي. أحمد، ما هي أبرز النقاط التي جاءت في البيان الختامي لهذه القمة في جدة؟ نعم محمد، بالبداية ربما نحن تحدثنا عن هذه القمة، فلعل العنوان البارز هو القمة المصارحة وقمة تدشين عهد جديد للعلاقات الموجودة بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. ملفات ربما هي كانت عديدة مختلفة، أكثر 10 ملفات كانت اليوم تتحدث عن مضمون ما يتعلق بأمن الطاقة، ما يتعلق أيضا باستدامة وقضايا البيئة والمناخ. محمد، صحيح يعني احنا نتحدث اليوم عن هذه القمة جمعت دول الخليج فضلا عن 3 دول أخرى، إلا أن الكثير من القضايا لم تغفل في هذه القمة. نتحدث عن أهمية تسوية الصراع في كل من اليمن، في سوريا، وكذلك أيضا في ليبيا كانت حاضرة في ملف هذه القمة. أيضا فيما يتعلق بالأجواء الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، برنامج إيران النووي ومخاوف هذه الدول كانت حاضرة على طاولة هذه المباحثات أيضا. لكن المهم هنا أن هذه الملفات كانت اليوم مكتملة. هناك أيضا فيما يتعلق أيضا ربما كان هناك السؤال، هل هي وليدة اللحظة؟ ربما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما تحدث بأن هذه القمة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ثمار جهود أشهر ماضية. زميل محمد تحدث أن هناك أكثر من 18 اتفاقية، هذه الاتفاقيات لم تتكلم فقط عن أمور سياسية ولكن تطوير منظومة المناخ، هناك أيضا البحث في تطوير التكنولوجيا، دراسة مبتعثين في المملكة السعودية في شركة IBM الأمريكية، والعديد والعديد من الملفات. بالتالي هذه القمة هي قمة جدة للأمن والبيئة، بحثت العديد من الملفات على هذه الطاولة. زميل أحمد، يعني من خلال تواجدكم هناك في جدة، كيف رصدتم قراءة الوفود مشاركة الأردن ومصر والعراق في قمة جدة للأمن والتنمية؟ نعم محمد، أيضا حتى هذه الدول التي شاركت كانت لديها تحمل ملفات خاصة فيها، والكل يعني تابع الكلمات التي تحدث فيها قادة هذه الدول، ولكن أيضا هذه الملفات الجميلة كانت حاضرة. يعني لنتحدث عن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية عندما تحدث عن كثير من الملفات. اليوم في خلال هذه القمة منظومة دول الخليج ربطت العراق ب شبكة الكهرباء الخليجية، بالتالي هناك أزمة يعاني منها العراق ستحل، وبالتالي هذه يعني إحدى ثمار أيضا هذه الملفات. وأيضا هناك أيضا فيما يتعلق بالجانب المصري، فالقمة أكدت على أهمية ما يتعلق بسد النهضة في أثيوبيا، وأهمية التوزيع العادل للمياه في كل من أيضا السودان ومصر. وبالتالي فمثل هذه الملفات أيضا كانت موجودة وحاضرة لهذه الدول الثلاثة محمد. نعم، شكرا أحمد. ننتقل بكم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع موفدنا إلى هناك الزميل حامد رعاب. حامد، يعني بعد اختتام أعمال هذه القمة، كيف لمستم أصداء القمة في الأوساط الأمريكية وخاصة تجاه خطاب الرئيس الأمريكي؟ نعم محمد ومشاهدينا، يعني عملية ونوع من الارتياح هنا لمسناه في الشارع الأمريكي، والرضا كذلك عن هذه الزيارة لدى جمهور كبير من الأمريكيين، وكما يتحدثون هنا ومختصين أنها قمة وزيارة لتعديل وترميم العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بعد السياسة المتقلبة للولايات المتحدة في الإدارة الجديدة، هكذا وصفها هنا الأمريكيون. أيضا هناك عندما لمسناهم عن بعض النتائج المرجوة تحدثوا عن يجب العودة إلى
تعزيز وتقوية الشراكات وأن تكون على قوية وأن تكون يعني فعالة أكثر وأكثر. تحدثوا أيضا كذلك عن زيادة المملكة العربية السعودية كما تحدث سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل، وهذا لا يعني أن الإنتاج سيزيد في الغد. هناك اتفاقية بين دول أعضاء أوبك وأوبك بلس، أكثر من 44 مليون تنتج هذه المنظمة مع أوبك بلس. ستنتهي الاتفاقية التي الأخيرة في نهاية شهر 8 المقبل، وبعدها سيتم المناقشة إذا كان هناك زيادة أو نقصان حسب العرض والطلب. وهنا الأمريكيون تحديدا تحدثوا النتائج سنلتمسها وستكون عندما أذهب إلى محطة الوقود وأجد أن جالون النفط البرميل أو الغاز كما يقال له هنا أقل من 4 دولارات ونصف الدولار لتعبئة الوقود. ولكن بصفة عامة هنا الأوساط السياسية تتحدث عن أن هذه الزيارة تعزيز شراكات. أيضا كانت هناك دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بزيارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام، وتحدث أن هناك العديد من المواضيع والتفاهمات يجب أن نتحدث فيها بملفات أكبر وأكثر، وهو يعزز الدور الإماراتي في المنطقة ويؤكد على الشراكة العربية الخليجية والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة، ناهيك عن العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية وغيرها. بكل تأكيد هي قمة تعزز العلاقات المستقبلية بين الدول المشاركة فيها وتعزز من المصالح العالمية. شكرا لك حامد رعاب من واشنطن، وكذلك موفدنا إلى جدة أحمد الطنيجي، شكرا جزيلا لكما. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الاثنين المقبل 18 من يوليو الجاري زيارة دولة للجمهورية الفرنسية الصديقة. يبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا. تؤمن دولة الإمارات بقيم الحوار بين الثقافات والشعوب، لأن ذلك من شأنها أن يقرب الحضارات ويفتح طريق الإبداع أمام الشباب من خلال المشروعات الثقافية. ومن هذا المنطلق جاء التعاون الثقافي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية ليعكس شواهد واقعية ملموسة تدل على عمق هذه العلاقات الثقافية بين الدولتين، نرصدها في التقرير التالي. تشكل العلاقات الثقافية بين الإمارات وفرنسا عنصراً محورياً في العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فقد غدت عبر التاريخ الطويل لتلك العلاقات نموذجاً لافتاً للتبادل الثقافي والحضري ومجالاً مرموقاً للتفاعل الإيجابي. فهي لم تكن يوماً علاقات ذات طابع راهن، بل تمتد في التاريخ جذوراً عميقة وأسساً راسخة أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان، لتكون اللبنة الأولى لعلاقات صداقة متينة بين البلدين. بدأت بالتوطيد والتعزيز بعد الزيارة الرسمية الأولى للوالد المؤسس لفرنسا عام 1976، حيث افتتح بعد العودة عددا من النقاط والمراكز الثقافية المشتركة، كان أبرزها الرابطة الثقافية في أبوظبي ومعهد الويستماسونيون. ولأن العلم والثقافة هما المعيار الحق الذي تقاس به رفعة الأوطان وشعوبها، جاء افتتاح جامعة السربون العريقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2006 تتويجاً لسعي الدولتين الدؤوب لإظهار الصورة المشرقة والحضارية للعلاقات التي تجمعهما، حيث عدت جامعة باريس سربيون أبوظبي
أول مؤسسة فرنسية للتعليم العالي تفتح فروعاً لها في منطقة الخليج، وأول فرع خارج فرنسا لواحدة من أعرق الجامعات في العالم. هذا الصرح التعليمي العظيم الواقع بالقرب من قلب العاصمة على جزيرة الريم يضم أحدث مرافق التعليم والترفيه، ويوفر عدة مناهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية المتوفرة للطلاب في باريس، والتي يشرف عليها المحاضرون أنفسهم. كما تقدم الجامعة برنامجاً باللغة الفرنسية لمدة عام للطلاب الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية. إلى جانب السربون، هناك عدد من المدارس والمعاهد الفرنسية التي تتوزع بين إماراتي أبوظبي ودبي، والتي يرتادها العديد من الطلبة الإماراتيين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية المقيمة على أرض الدولة، ولا سيما أولئك الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في فرنسا، أو ممن لديهم الشغف في الاطلاع على حيثيات الثقافة الفرنسية ومناهجها التعليمية وطرق دراستها. يعد قصر فرساي أحد أهم القصور الملكية في فرنسا، ويحمل اسم المدينة التي بها، والتي تبعد نحو 25 كيلومترا غرب وسط العاصمة الفرنسية باريس. نتعرف أكثر على هذا القصر مع حسين الطنيج. حسين، أطلعنا أكثر حول معلومات عن هذا القصر العريق وما يحمله من معان تاريخية. نعم، من أمام قصر فرساي المتربع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لمدة 30 عاما. ولكن لماذا اتخذ الملوك الفرنسيون من قصر فرساي مكان إقامتهم الرئيس منذ عام 1682 وحتى الثورة الفرنسية عام 1789، حيث يضم العديد من الأجنحة ومئات الغرف الفاخرة، بالإضافة إلى حدائق كبيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة حقا. المتجول مشاهدين في القصر لابد وأن يطرح أكثر من تساؤل في ذهنه: ما هي طبيعة الحياة قديما في هذا القصر؟ كيف كانت الملوك الذين عاشوا هناك؟ أو ماذا عن الأشخاص الذين زاروا قصر فرساي في القرنين 18 و19 وغيرها من الأسئلة الكثيرة؟ فرساي يعد أكبر وأكثر القصور الفاخرة شيدت على الإطلاق، وقدرت تكلفة بنائه أكثر من 200 مليار دولار. وبالمناسبة تم شق قناة كبرى في فرساي لمنافسة قناة البندقية الشهيرة. نعم، معلومات مهمة عن هذا القصر العريق. شكرا لك حسين الطنيجي من باريس. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بجوائز تبلغ 8,300,000 درهم انطلاق مهرجان ليوى للرطب. مساء الخير. Bonsoir. هذا كانت وصلت لمرحلة إنه الكل يبلش تفشل الكلاب. Hard for the family to be waiting for a pancreas. قبل ما توصل على الغسيل نحن عملنا لها زرع الكلية. We really never know 100% that the organ is going to survive going from the cadaver donor into the recipient. عمر جديد غدا 9:30 مساء على قناة الإمارات.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. علوم دار في كل دار متواصلة وكانت أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة يؤكد خلال المشاركة في قمة جدة أن الإمارات شريك رئيسي في نهج الاستقرار والازدهار الذي يقوم على السلام والتنمية. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم دار في كل دار عبر منصات علوم دار للتواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أعلنت هيئة البيئة أبوظبي إطلاق برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وهو برنامج طور بناء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية في الإمارة، حيث يهدف إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز الإسهامات في حماية البيئة وتقديرها مع القطاعات الصناعية المختلفة. وينفذ البرنامج من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح العلامة البيئية للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز. انطلقت الدورة 18 من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام في مدينة ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي من 16 وحتى 24 من يوليو الحالي. المهرجان في دورته الحالية يتضمن تنظيم 23 مسابقة رئيسة خصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ 8,300,000 درهم، ويتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات التي تقام في السوق الشعبي إلى جانب الحرف اليدوية التقليدية. وسيفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يوميا من 4 مساء وحتى 10 مساء. نشرتنا متواصلة فيها بعد الفاصل في أخبار الاقتصاد. توسع الاستثمارات الإماراتية في أكثر من 60 دولة. أنا بخير. Je vais bien. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نجح مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في إيجاد منصة مهمة لتوحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، وهو أمر أسهم في توسع الاستثمارات الإماراتية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عبد الله بن طوق المري إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص، ويعمل وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في الأسواق الدولية والتي تتواجد حاليا في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم. وكشف خلال ترأسه اجتماع مجلس الإدارة 32 لمجلس
الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعة في منصة واحدة تعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا. واستعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من هذا العام، كما شهد مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقيات الشراكة الشاملة سيبا التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من الهند وإسرائيل وأندونيسيا، والفرص التي تقدمها أمام الشركات الوطنية في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية. كما ناقش أعضاء المجلس موضوعات رئيسية خاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية في الأسواق الدولية وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة، خصوصا أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، التعدين، القطاع اللوجستي، الموانئ والبنى التحتية، الطاقة المتجددة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والضيافة، القطاع المالي والمصرفي، القطاع الزراعي، الصناعات الغذائية والدوائية. كما أنها تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية وطويلة الأجل، وتوفر فرص عمل ووظائف جديدة وعائدا اقتصاديا يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها. إذن مع أخبار الاقتصاد نصل إلى ختام لقائنا بكم في علوم الدار لهذا المساء. شكرا لكم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.